اقتراحي لهذا الموضوع الثري والهام جدا، كما أشكر ثانية أو أشكر أيضا زميلتي وصديقتي الدكتورة ريال فايزة على مثابرتها من أجل أن يصل هذا اليوم، كما أشكر الحضور من طلبة وحبذا لو كانوا معنا أساتذة كذلك وأولياء الأمور، وأشكر الأساتذة الله يبارك. كنا نرغب في أن يكون حضورهم بارز حتى تعم الفائدة، لأن الهدف من وراء هذا اليوم ليس فقط طرح النظرة النظرية، وإنما الوصول إلى لب المشكلة وبالتالي إعطاء حل حتى يفعل في الميدان. بدون إطالة، سبق لي زملائي وطرحوا مختلف المشكلات التي يتعرض لها التلاميذ والمعلمون على حد سواء. من خلال مداخلتي أريد أن أربط الشق النظري بالشق الميداني بحكم تخصصي، تخصص علم الاجتماع. إذن قمنا بدراسة مشكلة من أهم المشاكل التي تشهدها العملية التعليمية في الجزائر، وهي مشكلة التسرب المدرسي. هذا التسرب المدرسي الذي يؤدي إلى مشاكل اجتماعية كبيرة وخطيرة جدا، سواء على المجتمع أو على الفرد بحد ذاته. قمنا بدراسة حول ظاهرتين أو مشكلتين اجتماعيتين خطيرتين تهددان كيان المجتمع، وهي الظاهرة الأولى هروب الأطفال والمراهقين من البيت. ما هي العوامل المؤدية إلى هروب الأطفال من البيت؟ كذلك ظاهرة اجتماعية أخرى قمنا بدراستها، وهي عمل الأطفال وتواجدهم في الشارع، لأن من خلال الظاهرتين نتائج سلبية خطيرة جدا، سواء كانت على الجنسين الذكر أو الأنثى وعلى المجتمع. في الأخير سوف نقول النتائج تاع الظاهرتين على الفرد وعلى المجتمع. ما أريد أن أقوله هو أن كلتا الظاهرتين من بين أسبابها الرئيسية، بالإضافة إلى عوامل اجتماعية واقتصادية إلى آخره، من بين أسبابها لدينا سواء كانت ظاهرة عملة الأطفال والمراهقين وتواجدهم في الشارع أو هروب الأطفال، من بين الأسباب أسباب تربوية وتعليمية. ألوغ، قمنا باستمارة باش نعرف فقط التلاميذ ما هي الاستمارة. هي عبارة عن ورقة نكتب فيها مجموعة من الأسئلة، وهذه الأسئلة تطرح على الأطفال العاملين والأطفال الذين هربوا من البيت. هذوما الأسئلة نقول لهم فيهم شحال في عمرهم، اسكو يعيشوا مع عائلة ولا لا، لا شحال عندهم خاوتهم، العلاقة تاعهم مع والديهم، اسكو كانوا يقراو ما كانوش يقراو، كيفاش كانت العلاقة مع المعلم، شحال كانوا يجيبوا المعدلات، تسربوا في أي سنة تسربوا من المدرسة، ونتوصلوا إلى نتائج في الأخير. وهذا كله سوف أقوم بتلخيصه وإلقائه عليكم. لكن قبل ما درنا
الدراسة على المدرسة، أريد أن أشير إلى بعض النقاط التي تتعلق أو المتعلقة بالمدرسة حتى تظهر فيها بعض المشاكل، وكذلك التلاميذ والمعلمين والأولياء، لأن هذا كله مترابط ويؤدي إلى وجود مشكلة اجتماعية وتربوية. فيما يخص المدرسة، هناك كثير من المشاكل اللي تتعلق بالمدرسة ويمكن تصنيفها إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى تتعلق بالشكل الهندسي أو البنى التحتية للمدرسة، وللأسف نلاحظ بأنه الأرشيتكتور، الهندسة تاع المدارس في مجتمعاتنا، عبارة عن هندسة وكأنها سجن مصغر، سجن مصغر، نوافذ صغيرة، أقسام صغيرة، الفضاءات المتاحة للتلاميذ غير واسعة، لا يوجد فيها إخضرار، لا يوجد فيها فضاءات واسعة أين يتم تنفيس التلميذ عن نفسه. بالإضافة كذلك، هذا فيما يخص الهندسة. أما فيما يخص التجهيزات، نلقاو بأن المدارس العامة تاعنا فيها كثير من المشاكل. نبدأها أولا التجهيزات، المقاعد، الطاولات، طريقة صف المقاعد والطاولات كذلك، هذا مر هذا، حتى نلحقوا مثلا احنا على بالنا كامل باللي المشكل المطروح في المدرسة الجزائرية وهو اكتظاظ الأقسام. كل قسم يضم 45-50 واحد، وطريقة تثبيت الطاولات طريقة غير بيداغوجية ولا تساعد على العملية التعليمية، بحيث أنه يكون عندي أنا تلميذ هنا وما عنديش منفى مصطبة اللي تكون مرتفعة، بحيث أنه اللي موجود في آخر الصف يقدر يشوفني وأنا نشوفه ويقدر يسمعني وأنا كذلك نسمعه. هذه أي عملية تعليمية رايحة تعطيها لنا. هذا من بين المشاكل. اثنين، عندنا مشكلة التجهيزات. أنا كي تجيب لي قسم قدم هذا وتحط لي فيه 50 واحد، وأنا قدراتي الصوتية محدودة، ما رانيش قد ناسي ينبحح دركا لازم نشرب بالماء ولازم نسعل ولازم باش يقدروا يسمعوني التلاميذ. وفي كثير من الأحيان نكون مريضة، ألغي اللقاء عند الطرف طبيعي، سورتو كي يبداو يقصروا ويبداو يديروا في المشاكل ومن بعد يغزلوني، وراهي تصرالنا احنا عندنا في الجامعه. إبا انا ما رانيش رايحه نبذل مجهود، باسكو انتوما ما هيئتوليش الوضع الذي يسمح لي بإلقاء درسي بأحسن طريقه باش انتوما تفهموا وانايا نقدر نبذل كل المجهود اللي يكون عندي. باسكو نهار يكون الشيء مصمم بطريقه مليحه، انا كي نوقف ونثير انتباهكم بمجموعه من المعلومات، ما كانش اللي ما راهوش رايح يسمعني، بصح نهار كي ما يسمعوش نلقاهم الوغ انا ما رانيش نسمع. وخصوصا ملاحظه هو انه التلاميذ نتاعنا في الاونه الاخيره، على بالكم يحوموا صغير على ابسط شيء باش يهرب من التعلم والعمليه التعليميه. الوغ انا راني قاعد في الطرف وماشي قاعد باسكو الاستاذ داه. راني نشوف باللي غالبيه كنا واحد الوقت نقولوا الذكور، لكن حتى الاناث ولاو يتبعوهم، يروحوا يقعدوا للطرف خاطر خاطيني ما يشوفنيش، وانايا كاين 50 واحد نقدر نجبد التليفون، نقدر نقصر، نقدر نلعب، نقدر ناكل، نقدر نتكيف، نقدر انا في قاعه كيما هذه، ورانا رايحه نشوف حاشاكم اكرمكم الله اللي يدير لي الشمه ويدير لي ويدير لي ويدير لي. الوغ مثل هذه السلوكات تعيق العمليه التعليميه، وهذا راجع الى غياب الاجهزه. عندنا كذلك المفروض رانا في القرن 21، رانا قريب في القرن 22، العملية التعليمية ما تعتمدش على السبورة والطباشير ونكتب ويدي ونعي، المفروض انه عندي داتاشو وندير الكوغ نتاعي بالصور، نديرها بالكتابة الملونة حتى أثير انتباه التلاميذ وبالتالي يتبعوني وتسهل عليهم عملية تسجيل النقاط.
يخص المدرسة. وهذا راني ذكرت فقط بعض النقاط من المشاكل التي تخص البنى التحتية للمدارس، لم أذكر كل المشاكل. مشكلات تتعلق بالمعلمين، في كثير من الأحيان نلقى بأن المعلم بمجرد وهذا واقع نعيشه في المجتمع الجزائري، هو أنه بمجرد ما يلحق الطالب إلى مرحلة الليسانس مهما كان التخصص نتاعو، بمجرد ما يكمل الليسانس يروح يقدم طلب عمل ويقري، يخرج يقري بالرصيد الأكاديمي نتاعو بدون أي تربص حول العملية التعليمية. معناتها ما يكونش عنده أسلوب في كيفية إلقاء الدرس بطريقة بيداغوجية، اثنين في كيفية التعامل مع التلاميذ وكيفية امتصاص المشاكل نتاعهم، لأنه على بالنا في كل مرحلة تعليمية التلميذ عنده مجموعة من المشاكل في الابتدائي في المتوسط في الثانوي. أخطر مرحلة هي مرحلة الثانوي، لأنه الطلبة يكونوا تلاميذ يكونوا في مرحلة المراهقة، يكثر التمسخير، يكثر الشغب، يولي يدير التلميذ راس براس مع المعلم، ما تهدرش معايا هكذا، أنا كبير وأنت كبير. إذا كان المفروض أنه هذا المتعلم قبل أن نسلمه أهم مفتاح في الحياة برمتها، كان لابد علينا أن نقوم بتدريبه وتوجيهه عن كيفية التعامل والعمل داخل القسم مع التلاميذ إلى آخره. هذه نقطة. نقطة ثانية هو أن البرنامج المعتمدة في العملية التعليمية في المجتمع الجزائري متغيرة وليست ثابتة، في كل مرة يحدث عليها تغير، وإحنا على بالنا باللي هذاك التغير أنا باش نقدر نواكبه لازم يكون عندي معارف، رصيد معرفي، يكون عندي تحضير، يكون عندي، وهذا كله راح يقود بالسلب على المعلم وعلى طريقة إلقائه للدرس. النقطة الثالثة هو كيفاش نقدر نسميها تغير نظرة المجتمع إلى المعلم والمدرسة بصفة عامة، وبالتالي هذا ما انعكس في العلاقات، علاقات معلم تلميذ، تلميذ معلم، وكذلك معلم أولياء الأمور. وللأسف حيث أصبح هذا المعلم محل سب وشتم و من طرف الأولياء، وبالتالي إذا اهتزت هذه الصورة من طرف الولي حول أهم مؤثر في الحياة الاجتماعية وهو بعد الوالدين وهو المعلم، إذا احنا كنا ننعتوه هكذا، أي صورة سوف أعطي لابني حتى أجعله ينصاع إلى ما يلقيه عليه المعلم ويحترمه؟ هنا رانا قضينا على العملية التعليمية. أما فيما يخص المشاكل، وراني باختصار لأن الوقت لا يسمح، هذه مواضيع يكون فيها الكلام من أنهار وفيض من أنهار. أما المشاكل المتعلقة بالتلاميذ عندنا، أولا كما ذكروه زملائي الأساتذة، عندنا نقص الدافعية، عندنا السخرية من العملية التعليمية، قلت هذه اللي ولدتها أطراف اجتماعية كثيرة منها الأسرة والمجتمع بصفة عامة، كذلك النظر وتقزيم عملية التعليم بحيث أننا أصبحنا ننظر إلى التعليم على أنه يساوي المقابل المادي فقط. ملاحظة هو أن التعليم واسع وغني وكبير ونبيل جدا، بحيث
حيث أنه عن طريق التعليم نرتقي بالفرد إلى إنسانيته الحقيقية حتى نميزه عن الحيوان، ويرتقي بالتفكير تاعو إلى أبعد الحدود. لولا التعليم لأصبح الإنسان رهينة أشخاص آخرين، كما نقولوا مانيبيليوه، كيفاش نقولوا يسيروه كل حسب مشيئته. وللأسف هذا ما نراه حاليا، حيث أنه جهاز بسيط وصغير أصبح يسيرنا كما يريد، معناتها عن طريق أشخاص متخفيين يرسلون لنا تطبيقات، حيث أصبحنا تحت رحمة تلك التطبيقات، لا نميز منها الصالح والطالح، كل شيء نبلعوه ونهضموه وما راناش عارفين بالخفايا. لو كان عندنا مستوى تعليمي راقي يسمح لنا بتصنيف ما نشاهده وما نسمعه لما أصبحنا ضحايا للأجهزة الإلكترونية. فقط أريد أن أربط هذه المشكلات بالمشكلتين اللي طرحتهم في البداية. غالبية الأطفال الذين وجدناهم في سوق العمل هم أطفال متسربون من المدرسة. لماذا؟ لأنه كانوا مثلا يقولوا لك، طرحنا عليهم سؤال قلنا لهم كيفاش بديتوا العمل؟ قالوا لك باللي بديناه كنا نروحوا في الصيف، نروحوا للبحر ولا نروحوا، لأنه ملاحظة كل منطقة عندها نشاط تجاري يميز الخصائص الجغرافية الموجودة فيها. مثلا ولاية بومرداس بحكم تواجد الشواطئ غالبية الأطفال نلقاهم في لي فاكونس يروحوا للبحر باش يبيعوا، واحد يبيع الكاطو، واحد يبيع الشوكولا، واحد يبيع الحاجب، واحد في البداية يسمحوا لهم والديهم. علاش؟ باسكو يقولوا لك بلي باش يعاون روحو ويعاوني يشري لي زافير ويشري، لكن ما على بالوش بأنه بمجرد ما ينغمس ذلك الطفل في الربح السريع والسهل يستهويه وبالتالي يجبدوا على الدراسة، مفهوم؟ يجبدوا على الدراسة ويولي يصيب أدنى الفرص باش يدخل على العملية التعليمية ويروح يمارس نشاط العمل غير المشروع. غالبية التلاميذ يتوقعوا أو يتصوروا بأنه العمل من فضلكم تلاميذ، أنا حبيت نربط الموضوع نتاعي مع ظاهرة معاشة باش ننور أبصاركم إلى شيء يمكن أنكم ما راكمش واعيين به، وعلى بالي ما راكمش واعيين به. ألو، هذه فقط باش نجاوب اللي قالوا لك بأنه العمل القراءة ما رايحاش تجيب لي الدراهم، وهام ليك تلاميذ كيما نتوما العينة اللي درناها شملت لنا 340 طفل عامل كامل راحوا يعملوا باسكو تسربوا من المدرسة وقالوا لك بلي توقعت بلي نجني المال أسرع ويكون عندي الدراهم ماني محتاج حتى واحد. لكن اللي ما على بالناش به هو انه القدرات الفيزيائيه والقدرات الفكريه كلها محدوده، رايح يجيني وقت وين نعود ما رانيش قادر، جهدي ممكن مرض صافي، ما عنديش مؤهلات اللي رايحه تمكنني باش نكسب مبلغ من المال باسكو ما رانيش قادر نروح نبيع، وبالتالي هاني وليت على المجتمع وراني رايحة نولي يا نسرق يا ندروغي يا آفة اجتماعية. كيف يرتبط أستاذة سامحيني فقط هذه، كيف يرتبط التسرب بمشكلة هروب الأطفال من البيت، وهذه مشكلة تعتبر خطيرة وخطيرة جدا، هو أنه بعد ما يتحصل التلميذ على علامات دنيا يقول لك ما ندخلش لدارنا، يقول لك ما ندخلش لدارنا باسكو بابا ويما راحين يضربوني وصحابو يقولوا له ما كان له تدخل، واحد
يقعد برا وكي يقعد برا يولي مطارد من طرف الشرطة، بعدها يدخل إلى مراكز رعاية الطفولة. خطر أي شخص يكون دون 18 سنة متواجد في الشارع إلا ويكون متابع أو محل متابعة قضائية، ألو يلقى روحه موجود في مراكز إعادة أو رعاية المراهقين، واللي يخرج من هذا المراكز أي مصير سوف يلقى في الحياة الاجتماعية. مواضيع متشعبة وكبيرة، نتمنى وتكون عندنا فرص أخرى حتى نعطيكم الكثير من الإيضاحات التي تنير